قبل ما نبدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على منى اللي منورانا في الاستوديو. منى صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي يا جمانه، وصباح الخير عليكي يا حسام. بصي، سؤال حلقه النهارده بقى منى، ايه اكتر اغنيه مرتبطه معاكي بالمصيف؟ هي مش اغنيه قد ما هي كان في مود بيبقى موجود في الصيف. يعني احنا كنا بنبقى مستنيين قوي واحنا في الصيف في العجمي زمان عمرو دياب هيعمل ايه، ومش بس عمرو دياب، بس عمرو دياب كان طبعا زي ما انت كنت بتقولي في البدايه يا جمانه، كان لازم الصيف يعني بيبتدي مع بدايه الالبوم بتاع عمرو دياب. بس احنا بقى كمان كنا بنستنى حاجه تانية، كان بيبقى فيه دايما في الصيف شرايط ميكس كده بتنزل. الاغاني دي كانت بتبقى عظيمه، كنا بنقعد نستنى نشوف. هو زي ما دلوقتي موجود الترند، هو كان زمان بتبقى موضه مش ترند يعني، بس كان بيبقى فيه الاغاني بقى والشرايط الميكس اللي بتنزل، ودي كانت بتخلينا نعرف ناس كتير. يعني احنا عرفنا تامر وشيرين، وعرفنا ناس كتير قوي من الاغاني اللي كانت بتبقى موجوده في موسم الصيف. فدي كانت ذكرياتنا كده مع اغاني الصيف. خلينا بقى نبتدي مع حضراتكم على طول ونستعرض جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون حار ورطب على القاهره الكبرى وعلى الوجه البحري، نسبه الرطوبه هتكون بين درجتين واربع درجات، ولسه معانا الشبوره المائيه مستمره الصبح لكن هتكون خفيفه على الطرق المؤديه للقاهره الكبرى وعلى الوجه البحري. كمان هيكون في نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربيه وجنوب سيناء. درجه الحراره النهارده في القاهره 37 درجه، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 42 درجه، واقل درجه حراره لمده رابع يوم على التوالي في مطروح 30 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا دلوقتي نستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي من القاهرة زي ما احنا متعودين، وتحديدا من منطقة عبد المنعم رياض. احنا عند الكوبري وهنمشي معاكم في اتجاه مناطق الإسعاف ورمسيس. احنا شايفين سيولة مرورية، وهنكمل أعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية والشرابية وكمان حدائق القبة كل ده، ولو عدينا كمان على شارع بورسعيد ولغاية الزاوية الحمراء وكوبري سواح، كل المنطقة دي احنا شايفين انها بتشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية وكورنيش البحر المتوسط. احنا شايفين قدامنا الكورنيش والمنطقة المحيطة بكوبري ستانلي كلها فيها سيولة مرورية، ومنطقة الكورنيش كمان احنا شايفين فيها سيولة مرورية. هنوصل عند مكتبة الاسكندرية، احنا شايفين برضو سيولة مرورية هتفضل مستمرة معانا لغاية ما نوصل لقلعة قايتباي. ونوصل دمياط وهنبتدي فيها من طريق دمياط كفر البطيخ، احنا شايفينه بيشهد سيولة مرورية، وهنرجع من عند طريق دمياط راس البر اللي بيوصل لغاية طريق الهويس وصولا للكورنيش، كل ده بيشهد سيولة مرورية. هنوصل من عند الكورنيش ونبتدي من عند عزبة الخياطة لغاية ما نوصل لمبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة، احنا برضو شايفين سيولة مرورية لغاية دلوقتي. أسوان، ونتابع الحالة المرورية هناك ونبتدي من ميدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، ومنها لشارع كورنيش النيل. احنا شايفين سيولة مرورية، طول ما انت ماشي هتلاحظ ان قد توجد بعض الكثافات المرورية عند منطقة الفنادق، وبعدها بنلاقي الشارع بيشهد سيولة مرورية. كده احنا خلصنا جولتنا المرورية الصباحية، هيكون معانا أكتر من تحديث مروري على مدار الحلقة، لكن خلينا دلوقتي نروح لحسام وجوانا ونبتدي معاهم أخبارنا النهاردة. اتفضل يا حسام. اتفضل يا جوانا. شكرا جزيلا يا منى. شكرا يا منى.